بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية بالرباط، تم إطلاق الدورة الصيفية لبرنامج المرأة في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي. هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز قدرات النساء الإفريقيات في مجالات التكنولوجيا والابتكار والذكاء الاصطناعي. هذه الدورة الصيفية تهدف إلى مواكبة النساء الإفريقيات في إقامة مشاريع مستدامة، بدءا من بلورة الأفكار إلى رصد الموارد المالية، وكذا إدماج النساء في مجال لطالما استثمر فيه الرجال بالأساس. هذا الاستثمار سيسهم في تمكين المرأة وخلق القيم، فضلا عن النهوض بإفريقيا في مجالات متعددة مثل الصحة والصناعة والتعليم والفلاحة. مؤسسة المكتب الشريف للفوسفات ملتزمة بهذه المبادرة للمساهمة في التنمية المستدامة لقارتنا عبر مختلف القطاعات الفلاحية والصناعية والصحية والبيئية، وذلك في سياق تغير المناخ. التكنولوجيا والأبحاث التطبيقية والبحث من أجل التنمية هي أدوات أساسية لرفع التحديات التي تواجهها القارة وتحقيق تنمية مستدامة فعليا. ويشمل برنامج المرأة الإفريقية في التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي تكوينا مكثفا يركز على الريادة النسائية والاستشراف المطبق على الذكاء الاصطناعي والتحليل المقارن ودراسة السوق وغيرها من المجالات، كما ستتاح للمشاريع الواعدة إمكانية الحصول على تمويل لتنفيذها، مما سيمكن المشاركات من أن يكون لهن تأثير ملموس في مجالات تخصصهن.